بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة أحسيد الوجري، فقه المنهج دوشوش، آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة. بوغش متي حقات شوي. آداب الاستنجاء سنويرن غل قشأة وقضاء الحاجة حشت قوش درنا غلا قشأة دوش دولو وتبيبي قهتشوي. هناك تجاح دو آداب غلا قش يطلب لخش من المسلم بصو صغيرة أن يراعيها تو إشلردر عند القيام بصو صغشا هوتر نجرجح بقضاء حاجته شي حشتة قوش درت شي حشت قوش در نجرجح اقشي حشت قوش ديش اداح واتر نجرجح تنجر لوخش دو اغيلقش واستنجائه تاقتو تنوير نجرجح تنجر لوخش دو اش وهي ايدوش اغيلقش ما يتعلق حلغر نج ما يتعلق شا خوطلوش درق دو بالمكان متكت الذي امتكر اذ يقضي فيه حاجته وتشوحتو شي حشت قوش ديش خليول وتمتكت خوط دلرق دو فإنه أقا بقلا استق يبو سوسق يشتنبو إجين ويرو إلاردرو إجين ويرو التبول شا بورتو خرخ شا حتي لرخ والتغوت شا بيخ ولرخ في طريق الناس ناخد عصلي يلچ نوقح مثلا الناس ناخلي يلچ نيقح أقا يحد تيلرس يغائد تيلرس مثلا إبوالغ بير باتسو أو المكان الذي يجلسون فيه يناخ قلوش مثلا عند خولد مثلا بعثير خينح مثلا عند غي ناخ وحوش يدحوش سوش بولش متيع إبوال بير باتسو يعنزا منشوع مثلا مالخ لات شول متك ناخ تيك دحوش خول تيكيا سوش خول إسانيولش متيع إبوال بير باتسو ودالش لما فيه تنقعدولون ديلا من الأذى تاقا نوقلو تتم نوق الويو لهم اتناخن مثلا ناخ ليج نوق تعم اوغا وانا يسمبل بولغ بيتشا مثلا يناخ سدع واخو شولمتك يعندغي واخو شولمتك يسني وشمت يا تعم اوغا بولغ بيتشا ناخن تناخ نوق الوخول ستام خل. روى مسلم سديتن وغيره ايوا تشوء عن ابي هريرة رضي الله عنه الله ريت خليلتن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال بيامر ايلر ان اتقوا اللعانين شقلر لولش نيخ نعل تدحش دلو شنهم نخال. قالوا أصحاب شئلر وما اللعانان هدو ينعل تدحش دلو شهم يا رسول الله موضوك سيقعنو اشترك. قال يلشنو إيلر الذي إس إذ وإذ يتخلى شي حشت قوش ديشورك في طريق الناس نخ ليلش نوقح نيخ نوقح أو في ظلهم يسير عند غيح مثلا ناخ دعس ليل بشو بغلش نوقح يناخ وحو وشو بغلش عند غيح يبوالا بيشو السق أو السقنا ناخ نعال تقيق دو تاق ناخ شي نعال تقين دول شتورچو أو تهم دخلر لو بوخ بيامر عليه الصلاة والسلام. مفردات شنا شرح دوالهر اللعانين بوخترق الأمرين الجالبين اللعنة الأمرين شهم دو إشي الجالبين شاشي موت يدحش خل دولو اللعنة نعلت لالر دولو يتنخ هقا حال خرنك نيخ نيق إي لروي شو أظنك في حال فينا دخوة الحد وقت دوهر فإنه يجتنب التبول والتغوط في طريق الناس تقيغ في ثقب في الأرض لهتح مثلا عرق دلح مثلا تي قرق بين خلطر لؤي يقيش من بين خلطر لؤي له تحدو العرق أو جدار يبينخ مثلا عرق دلاح أو نحوه مثلا ديتخ يسندل شومن قح عرق شو مثلا سو حد تو غردات يا مثلا غائد مثلا بيخلو روات إذ لما قد ينتج عنه من أذن أتبلخخ تقلما أثم دوحة قد ينتج شا سحخو الشتولو عنه أصبورت وخرخ يغائد مثلا بوالخ برخ من أذن نوقلو تتهم
فقد يكون فيه خلترلو يخل أوت عرقح مثلا حيوان حيب خلترلو ضار زيد يش مثلا كعقرب ستولوترغ أول شو الجزغنيرغ تر ستولوترغ أولو جزغنيرغ تر إذا سكربي أونيو أو حية يا لحية كتير مثلا يمهل خول إز يا لح خول يا تيخر خول إز فيخرج عليه ويؤذيه تاق أثو آر يالتون زيديردو مثلا إشتخير مي حيب تشوح يلاح وغو وغن هقو تشو حد بوغ بيش يقيدر ديش أتشير تشو أت زيد يشير تشو خير مي يول تشو سدول هم نو أقي ويتن جاز خول إي يتيقر قولي صوت زيد يردو بوخ وقد يكون فيه تشوى خلتر له حيوان ضعيف مثلا غيل حيب خلتر له مثلا غيل حيب خلتر له تشوحة فيتأذى يخت نوق الوخير يو تني حد بحن دوش تنديلا لهتح دوالش دولشو مثلا لهتح عرق قول يتيقر جبيان خلتر له يقدر خلتر له يبين اغدو العرق شو اقا حد بوالغ بير بحث روى أبو داود ديتن عن عبد الله بن سرجس تيولوشونخ سرجس كانت عبد الله قال سو إيلر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إيلش نو نهى يدير أن يبال في الجحر مثلا لا تعدو على شتول شو عرقه بورتوخر حتى تيلرخ نهى يدير سو زبرت يدير مدي إيلر وهو الثقب في الأرض إذا لا تعدو على شتول عقده إذا تيقر تيقر جبين خلتر له يقيل وما خلتر له يغى حلر حدو وخشتوهر حلتنا ودعوه دي الفئن ويجتنب التبول والتغوط في تحت الشجرة المثمرة أخو ميت شجاح شينت إحس توملت وشدول شو ديت كلا حد تيلا يغائد تيلا مقردات سيانة لربر ندوح للثمر أخو استئير ستوما وعبوش ترلو وعبوش ديت تير عن التلويث بيخبرخ استوام لربا ميقر داس بوخ شينت ايه استوام لتواش دولشا ديت كلا حد بوالبا يا بيخ ولا ميقر داس بوخ وندالشا صيانة لربا ندوح للثمر استوام عن التلويث بيخبرخ عند وقوعه يبو وحبوجر نجرقح سواء كان مأكولا تحبوث دوحون استوام بلاحة بوش استوام نا بوش استوام بلاح او منتفعا به يا شيخ ناخ بيد اوش استوام بلاح لألا تعافه الناس ناخ تاق دقز خياتة بيوخ خياتة تاق اذا تثبتت لالشا اشتمتي واحد بيوش اجيتش مثلا ناخ نا دقز خيات تار بيوخ ليرنا اشتبسر بو از بور بو از بوخ صوت يحا الماء الراكد حلر حدوخ دور يوخ إذا في الماء الراكد الاشت ست لاتش دولشو خيشو حد تيلا مقردات يا غائد تيلا مقردات لما ينتج حخل ديلا أصهم نخ من تقزز النفس منه أدم قيخك أدم بيوخيت ديكس خيت أترشيني خل بومي عندوخت نيخ أترشيني خل أق منه وتخيخ إن كان كثيرا ندق دلحة وتشو تعم حد تولش جيتش مثلا تعبيخ لش جيتش ست لاتش دلخي يدق دلحة بوق عام هو تنعم بلاح برود يلا ناخ دقس خي تردو أترشين خيريو لا تغير مثلا خبو إن كان كثيرا إذا خي دق دلحة لا تغيره النجاسة وتنجس خي تتخيج وللحلق يلرقوي مثلا شين قول الالسم شو صو خلج مثلا نجس هو تنا مثلا بواس حاجة شام سخي زح مثلا إخي تين لو ردو أل دلاح إتين لا راح مثلا ناغ ديقس خيت إس إبوخو ومن إضاعته يا إخي دي أرخ مثلا دور دو بوخو إن كانت النجاسة تغيره إن كانت النجاسة تغيره مثلا وتنجس إيه خيوش دلح مثلا كيزك خلا أو كان دون القلتين مثلا دوخ دلح نجس إيه خيساح يشين قلال كيزك دولش نجس تو شويوش داجد وتنجس إيه سخيساح نجس لورش تو إخي حلق ويديتر إيه أقتون ديلا تعنى حواليح ست لاتش دولش خيشو إيه دوخ دلح يكيزك دلح حد قلق دا مقردات يا مثلا غائد
بيخ ولا مجردات تشوبه روى مسلم سيتن وغيره يوا تشوديتن عن جابر رضي الله عنه الله ريت خليلتن عن النبي صلى الله عليه وسلم بيامر أنه بيامر وقال نهى نهي دير بوخ نهي دير بوخرج سمجر بوخرج مدي إيلر بوخرج زبرت دير بوخرج أن يبال في الماء الراكد حقا تولشو حد تيلرخ نهي ديرتو ست لاتش دولشو خيشو والتغوط بوخو يما تشو بيخ ولر أقبح تيخ إرشادو وأولى تيخ حلخ دو بالنهي نهي داتو نخلاتا فيامر عليه الصلاة والسلام حد تيلا تمجن خيلج ست لاتش خيشو بيخول تمقدر إذا تيخ حالخ دو بوخ بير ويؤوشري دو إز بوخ ونأجي إيرش دول دي ونهي للكراهة بو إنهي كراهة دو بوخو دراح بوخو ونقل الإمام النووي إمام نووي نقل دينا تو بيري ده دينا بوغدوك استو سحائلة تو حديثا أنه إنهي للتحريم أقا حارم درن دو إزال انظر شرح مسلم مسلمان تي لندوش تول شرحني حاج بوخو شوزلغنك ما يتعلق بالدخول الى قضاء الحاجة والخروج منه ما ايهم دو يتعلق شاخوات مشخل دولو بالدخول شوغرخ الى قضاء الحاجة حاشت قوش ديشون شمتكي شو والخروج اروال رخ خوات دل دولش دولهم دو منه أوز متك شر فإشت بوالخلج فيستحب سنة دو لقاضي الحاجة حشت قوش ديش والچونا سنة حشتق جويش والچونا سنة دو ديزن دو جلاتلنا دو أن يقدم رجله اليسرى حشتق جويد شخيناح إروك وقت وحالق جو باقر عند الدخول حشتق جوالرن جيرجح ويمنه اتوك وق حلق باقر عند الخروج حشتق شر ارول شخينح لانه من الچ اشتبا ادره ادولون ديل اليق توميح اختوميح باماكن القذري قذري والنجس بيخ متكشوق حشتق اسنيول متكشت توميح دو يروك وقت تشول شو حلق شو باق أروغ شخينا يتونر حلق باق بوخو ولا يحمل ذكر الله تعالى الله تسيت يحيول شدول هو مشيت سانا حشتق شو حير دات بوخ مثلا قرآن آية داح مقردات يا الله تسيت ايازين مثلا مهر خول إذ يتير بدر تيا خول إذ يكورتر كورتر شومان تيازين تاق يا كيسنا حكيق تقول الله تسيت يحيول شدول هما شيت حشتخ شو دع مقردات ومثل تيونج تير دعون كل اسم معزم مصوء قسيل حيول الشلطة كأسماء الرسل والأنبياء مثلا يالشرشي بيامري تسيرش كتر ملايكي مثلا جبرائيل ميكائيل اشتا اس ملايكي تسيرش كتر إذا علمنا خيال دويسة كفاية الأخيار شو حيال أخيار كما يستحب سنة خلال اختر له اتحشتق شويش والشونا أن يقول الأذكار والأدعية شآلر أذكار شأ دعا نشأ التي اشدر اش ثبتت شيخ سويت خلدلو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إيلشنخ قبل دخول الخلاء اتحشتق شوال لحلخ وبعد الخروج منه تجر آروال شوتحاء فيقول تؤيرد قبل الدخول شوال لحلخ بسم الله الله ترت شوال قسقوذ بومي عندو إذ اللهم هاي سنديلة إني سبقل أعوذ بك حيث لرلسو حيث لرورد يخص حيث لرلسو من الخبث والخبائث بيرش ستيء شيط نخ تيرو نخ بيرش ستيء شيط نخ صحيث لرلسو رواه البخاري ستيتن دوي ومسلم ستيتن الخبث بوغش ديرك جمع خبيث بوغش جمع دويز نوجست من الشيطة دويز والخبائث بوغش ديرك جمع خبيثة بوغش جمع دويز والمراد لوش ديرك ذكور الشياطين وإناثهم مثلا بيرش
شيت نشأ ستي شيت نشدو تاريخ لرورد يخديز الله هيك. وبعد الخروج أتشر أرول تشوديح هشتق شر أرول تشوديح يقول تو إيردو خفرانك حيق جيش در ديوخ أثهيديل إيردو الحمد لله الذي إيردو الحمد خاستم لله دالبو الذي إذيلو إذ أذهب عني الأذى سوختتم بلهم دعديه قد وعافاني سو مكش ميرش ويتن الحمد خاستم لله دالبو الذي إذيلو إذ أذاقني لذته سيوغ عوشيتا وسيؤجف من مرضوه وأبقى في قوته سون شوح أتيوش من نتبتا ودفع عني أذاه أقصوخ أتنا نوقل ودعيه قن ستنبولهم دعيه قن أهل اشتدوا عدير دوت وبوغ رواه أبو داود سيتسند والترمذي سيتسند وإبن ماجه سيتسند وطبراني سيتسند قوزانك ما يتعلق بالجهة آغو نخشاخ واتلوش دردو آغو بو كدو نبروليني بول دوئذ قلبن آغور بوخرك إشت هنسخو حدو يتردوئذ يحرم حارم دو على قاضي الحاجة حشت قوش ديش خولش ثقنا أن يستقبل القبلة قلبن تيويرز أو يستدبرها يتون بوق بيرز با قلبن يتيويرز يا قلبن بوق بيرز با حارم دو حشت قوش ديش خولش ثقنا حدو يشخول إذ يبيخلو شخول إذ إن كان في الفضاء آرح إولح إرن آرح إذ ولح غشلو تشوح ووش آرح تعن ميد ناحية بسيت آرح يحن خاح تعن ولح ولا ساتر مرتفع يستر عورته مثلا تقع سترة ياتع دوح الهواتين تعهم ياتع آرح ولع دوح الهواتين تعهم ياتع تنا تن عورة حول ديش ثلاثة حال ايبن لقي اخنا مثلا تن عورة حول ديش حال قضاء حاجته توشي حاشت قوش تحيلح إذ ياتحت حلقة تأخذ حارم دو أما مثلا تويا حايحا دو حال تع مثلا لقوهما أخواتينا أتتيحات ومثلا حاق إلمني عبيرتن مقبيرتن خولي يتعبيرتن خولي إذ تو حاشت قوتش در در إذا أتحارم دي قرد عغول إذ هون تعال چه قلبني قوني يقح ساتر يخواتين مثلا هر حلو يشيلو يق إخواتينا أقرش ديني يتع بريقراديو تندل بوخول وكذلك إشتدون إن كان في بناء مثلا حارم خلره رث برسترانيه تديش دبوخ وإذا تقيق دوشتون إن كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة حشت قوش دا كيتشن يوشلش غشلوش وها إذ ولاح مثلا حشتخ حشت قوش دا كيتشن متكيوخ إذ بلغن يحقن قيد عيوشو مثلا غشلوش وها إشيه حشت قوش ديش ولاح حشت قوش دا كيتشن متخولي مثلا قيد عيوشو تشوينش أقوش وها إذ ولاح أقلبنا تأويرزا يبوغ بيرزا ميقر دات سون بوغ ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة مثلا إي دلاح يوق شوية شوية ولاح إي أوت سوترة أوت دعا الهوات وشول همان إي بيخك مش أوت متيح إش بأباتع بوغتو أما إش بلاح ما أر أحسن مثلا تعان شوعو إي دعا الغنط واتين مثلا قلبني شيني يوق إدعاء الغنت واتنت هو مثلاً تحول سجل نظرة تدخل يتمجر تدخل حشتك شو تسوى غلوش يدخل يدعو غور دوش ولا أقيسن ولا سج مثلاً شو أحمى ويد أخش خوش دكيت شنج مت دعوات إذ إسن ولا سج قدرن غدي شغل شو قلبنا بيرز قلبنا تبيرز رخ يبوق بيرز حش خوش دتخينح مثلاً لروارو أخلرو نيت خوش بعد ساعتون دعاء تحوم هو توريو قلبنا يتوني يوق هم هو توريو دو حال تعهما خواتين تأقرش ديني يجيبوه خوات ويشترط ألا يبعد عند الساتر عنه الساتر بيحكم بحون يساتر يحلو أشغل دو حال هواتين يلشغل هما إذا جينا تسخيلة وتستقخ أكثر من ثلاثة أذرع قأ بحرسل بذراع الآدمي أدمي بحرسش ثاني إدوستش أي ما يساوي مثلا سحبعي قا شوطة 8 سنتيمتر تقريبا أوتسل جير ستوبيس 8 سنتيمتر إرفت يعني خليز مثلا قلبني حاني يقي هو التنيون شلو إي أخوات التنيون شلو هما يقي ساتر نيع حوني يقي
قوت قيجين خيل مجرداتي شميتر خميتر خالجين يلعلور ريات يزبوخو. فإن كان البناء معدا لقضاء الحاجة مثلا حاشت قوش دا كيتشين يغشلو يلا حاشت خسنة جاز الاستقبال والاستدبار قوت حاشت خشوح مثلا يا حاشت مثلا قيل بان تعير زن يلاح يا قيل بان مقبير زن يلاح مجردو بوخو ما دات بوخو حاشت خشوح يخلش. روى البخاري سديتن ومسلم سديتن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الله ريت خليلتن عن النبي صلى الله عليه وسلم بيامر قالت هو إير إذا أتيتم الغائط شو أقا شي حشت قوش ده دخكش مثلا غائط شي حشت قوش ده متي شو دخكش فلا تستقبلوا القبلة قلبن إما ديرزلش ولا تستدبروها قلبن بقم بيرز بيلش ببول حتى لرتأ أو غائط إن يبيخد لرتأ ولكن هتيئة شرقوا وغربوا ما الغبالي يحبوزي يعدير الشؤال. وخص ذلك بالصحراء مثلا انت إذا انت حديث يحذرك سيانت حق أستن ألتش أقا غمري آري انت صحراء موشرك آري يو إرن آري يو إز ميد يو إز غشلو يوش غشلو شوع ووترك أوتين حق عدو إز بوخو تنس قستن دو إز بوخ وما في معناها مثلا أوتين معنى قعدولش يولش يولمتكش من الأمكنة التي لا ساتر فيها مثلا حلو أشمتك يوش دوحل هواتين هما يوش يولمتكش اشترت دوخش دو يحديث بوخ. ودليل التخصيص إشت أوتينس حق أفتن دو بوخش دليل هدو ألش ما رواه ما روى البخاري سديس نردو ومسلم سديس نردو وغيرهما إشي واتشوء عن ابن عمر عمر كانت رضي الله عنهما الله ريت خليل سوشنين قالت سوء إدير ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة حفصة أوتنا سين تخوت أويلرشا لبعض حاجتي شيطان غلقنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بيامر ويرشينا مستدبر القبلة قلبا بقبير دينولش مستقبل الشام شيما تأويل دينولش فحمل الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة نهي دين دولش دولها حديث حلخر شو غائد شي حشت قوش تا ديخكش تاقاق إلبان تيما ديرش وبوق ما بيارت بي بوخش ترغ إذا حشت قوش دا كيتشن يوش يولشو متك سيگح أتون تديحان دو إز بوخ أت متيح إلبان تيما ديرت بوق ما بيارت بي أشعر وما في معناه مثلا أتون معنى نجاح يولش يولش هما انتئ من الأماكن التي لا ساتر فيها تعدو حال مثلا بردو دوتش يولوش يولو متكش اشترت ادي عندو. وحمل الثاني شوضع درق مثلا هقا ابن عمر سديد سنرق اذا حانت ادي عندو قالش على المكان المعدي وما في معناه حاشت قا قوش ده كيتشين يولوش يولو متكنت ادي عندو تن معنى ينجح يولوش يولو متكنا تاق جمعا قول واردوح بين الأدلة دليل شنيق مثلا هقش حلخرج حديث يح أبو أيوب الأنصاري سديد سندولو بيامر عليه الصلاة والسلام حتى لش يا شي دق حشت قوش ديش مثلا قلبان تيما ديارت يا بوق ما بيارت بيقال هقش وضغت حديث يح ابن عمر سديد سندولو الله ريد خليل سوشنينة شا حفصة تين تخوت أول شاشين بيامر وير بوق صلى الله عليه وسلم تاقا شي حشت قوش ديش ويناتون إذ قلبان بوق بيردين أول شيمان تأويل زن أولش أقين تقشين حديثا نيوق قولوش مثلا هر حالخر بيامر دين دولش نول دول نهي إذا سعيرن آرح ولا دوحال سعى بردو دوش أوتين حق عدو أما دوحال بردو دلاح يحشت قوش ده كيتشين متكلا يحشتخ أوتشوع برقه تين حق أح مثلا قلبان تأويل زن خش بوق بيردين خلچا كما دات بوقو دو الضادق ولا يخلو الأمر معه بوخو دلاح بوخو انت حشتخ شوح اشتي حشتخ خلشة ولا يخلو الأمر إبوال بيست بيسون معه اتحشتخ شوح خلشتنا عن كراهة انت ساتر يلاح بوخو انت مثلا حشتخ سن يات حشتخ يات وشتا دو حال تعبردو خواتين إبوالاح كراهة خلرخ إبوال بيست بيس شبات بوخ كراهة لوردو في غير المعد
مع وجود الساتر مثلا في غير المعد حش قوش ده كيتين يوش يوش إمت كي يوش تنا حشتخ إذا كره ديق ويتشات مع وجود ساتر حال ساتر بردو أخواتين آرح مثلا تعانو بردو أخواتين أقاق إلبنت وبوق بيرد بويلت إويرديل إذا حشت خوش درشا إذا كرهت ديق دويد بوخو ديو الله درق ما يتعلق بحال قاضي الحاجة شا خوات دوش دولهم دو حشت خوش ديش خلچنا حولخ إذا دو ألشا أن يعتمد على يسار شيء إتو آغورنا إتو يجرويز وحخي أن عجخينا حشت خوش ديش وينسب يمناه شيء إتو كوك دعبو غربوتو ولا ينظر إلى السماء سيقل حجروات حشت خوش ديش عشول سيق سيقل حجروات ولا إلى فرج شي عورتي حجروات إذ ولا إلى ما يخرج منه شيخ آردول شدول شمني حجروات إذ لأنه دولون ديل لا يليق صدوخش بحالة حيلت تنتنبول شتات إذ بوخ لا يليق نبدبايت بوخ صدوخ شتات إذ بحالة حيلت ويكره كراهة دو لقاضي الحاجة الكلام حشت قوش دي شول شنوخ جيني دي ويكره الال ال همز دوق لا من حلخة يبيتشاتني غالط ومعشوثو ويكره أقا كراهة دو لقاضي الحاجة حشت قوش دي شول شن الكلام مثلا شي حشت قوش دو وحي انو شول سيقنا كراهة دو قم يقدر وغيره مثلا قدع دوش دول هما مثلا شوح مثلا لوزر خويلي مثلا قدع دوش دول هم دحيزر أثناء قضائها شي حش خوش دي تخين شوح قام يدر قدع دوش دول هما كراهة تنبوخ روى مسلم سيتن وغيره إيوه شو ديتن عن ابن عمر أخ عمر كانت رضي الله عنهما الله ريد خليل سوشنين أن رجلا تحقون أخ مر قولوت أخويلر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلشأخ الجحيلاح يبول حتى القديش فسلم عليه بيامريك سلم ديل ارتو فلم يرد عليه بيامريك سلم حتى يتربو مثلا حتى قوش ديش حتى القديش لاتش اقسمت اخو والشولج استقى سلم ديل جا اس حتى يتربو بوخ وروى ابو داود ديتن وغيره اواتشو ديتن عن ابي سعيدخ رضي الله عنه الله ريت خليل قالت هو إيلير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شين خزر بيامر أولش لا يخرج الرجلان شقون خار موليل يضربان الغائط مثلا شيء حشت قوش ده مغويل إشي كاشفين عن عورتهما مثلا شاشني عورتش دع ديستن يتحدثان قام يلش ديش قولوا لي خوتن خول شيء قولوا لي خي ان خول شيء اخوا خوشن غوص قام يلش ديش حشت قوش ديش يبولخ ما بويل تو شي مو فان الله بقول الله عز وجل يمقت يغذ وجهه على ذلك اثبلخ دين يغذ ويد بولخ بو شي بيرشتك خول شيء شي زود خول شيء مثلا حشت قوش دتحن بغا بغنا شي عورج مثلا حلت ديش شي حاش قوش ديش خين شوح قام اوش قام ينش ديش ام بوالغ برا اذا ديل اوغذ ويج بوالغ بو اذا لبيامر عليه الصلاة والسلام اقا مفردات شرح دوالر يضرباني بوغش تريق يأتياني اقا اشي حاش قوش دس حقوغش بوردوق اس يأتياني اتا يأتي بوغش نخ يمقوت بوغش تريق يغضب بوردو غضب يغضب ديل يغض والبورت دالر دول وش يغض وغرق ويقاس على الكلام قميل تتردو قياسدو قميل قياسدو تنت تتردو أقا غيره إدو سليك مثلا كالأكل والشرب والعبث هم يأرى هم يأرى يتر هم ملر يتر يلوزر يتر مثلا حاش قوش ديش غلوش سيك حقيح ونحو ذلك إسن دولش دولش هم نشكتر دولش دول هم شتوت إتر دين دول بخي الله داريك الاستنجاء باليسار يرو كيوك تسأنو يهيد الاستنجاء باليسار بخي الله ناك يرو كيوك تسأنو يهيد دلعي يرو كيوك تشوالق دلعي دوش دلع مثلا ضرورة إتو كيوك ليلو مقردو أما يرو كيوك موكش دلع
мерштелах ақы ши хашт қоуч дин олуш олушсага эру күйгі цануйегіз. Естамилу қазил хаже хашт қоуч дин олуш олушсаг лил варду шималаху ши эру күг литанзифил махал имит кцаньеш билмаи хитс ау бил хажари اولكتا ونحوه اسندلش دول شمانسا ارو كيغلي الوردو لأنها اكيك دولون ديل اليق شا دوغ شا تام بولش بذلك اتبالغت ارو كيغ تانو يرن اتون شتنت دوغ شتن شتام بولش دو ويكره كراهت دو أن يستعمل يده اليمنى لهذا اتانو ير اتبالغنا تو اتو كيغلي دا اكراهت دو بوخ كما يكره إشت كراهة خلال اختر له أتستغن أن يمس بها أتستو كيك شاس حالة شا عطولة ذكره شي ميجينخ بيرشتك شي عورتك وإن احتاج أن يمسك الذكر شي ميجي حالة إحاشت خلاح لينظفه بالحجر مثلا توقس يتأنوه ونحوه سندولشتول شومان سأ من الجامدات مثلا تشوخشومشتا يقومشتا امسك الجامد يقومت وحالو تريو بيده اليمنى مثلا شيء يتو كيغ كيغ تخول يتو كخول يهم حالتنا دون ان يحرك الشيء كيغ ميتغ تدوقش وامسك الذكر شيء ميجي حالو تريو تو باليسرى ارو كيغ وحركها يخص ارو كيغ شيء ميجي أخ أستولك تخولي كيخ تخولي توتي حقريو تو بو إرو كيغا إميجي تو متغيوك شو كيخ تحقريو لينظف المحل تنا إذا إميتك تانيا مثلا تو دي نرغا حد أولوك دالا روى البخاري سيتن ومسلم سيتن عن أبي قتادة رضي الله عنه على ريد خليلتن عن النبي صلى الله عليه وسلم بايا مرة قال تو إلر إذا بال أحدكم شو تحمو حد أولوك ديشة فلا يأخذن توحالات تاني مالوتيل ذكره شي ذكر شي ميجي بيمينه شي اتو كوغ ولا يستنجي توتانو مايويل بيمينه شي اتو كوغ إذا طهارة من النجاسة نجاسة خيول شو تانو دي ترقوي حال يوحان توي آلرق طهارت إذا شنديق يدو آلرقوي تانو ير إذا الاستنجاء أقا إذا شنديق يدو أهل فلنسى طهارة من الحدث خيال شلط أنوي توالر حدث هو دي توالر معنى الحدث حدث بوغشتلت ديش معنى الحدث بوغشتلت لغة عربي متاع الشيء الحادث تخيل دولشتل هم دويز تخيل دولشتل هم دويز برايشيستوي مثلا برايشيستوي أقوى شرعا شريعة يح هو إذا أمر اعتباري مثلا إذا تدمي يوتش بولو بوالخبو تدمي يوتش بولو بوالخبو أتنسي تيرني بوضوق إذا يقوم بالأعداء ميجينش هوتش أوبرزنا ميجينش هوتش بوالخبو إذا حدث هدو ألش يمنع ميجينش هوتش بوالخبو إذا يمنع شادوخو توخوش من صحة الصلاة مثلا لامز مقرخة وما في حكمي أو سلامة حكمي عدلش دولهما مقرخ مثلا طواف خول إذ يسندلش دولهما حيث لا مرخصة عند ألشاء مقوش هم دوت ديل ويطلق الحدث حدث بوغش دول إذ ليل دو أيضا إشت على نواقض الوضوء لا مزا كرر دوقش دولش دولش أتهم شخ حدث أوض التي إهمش دوش سنتحدث عنها فيما بعد مثلا جمتحة ويدوسر دولو وعلى موجبات الغسل ليش تدوج واشتل شوم نخ حدث أول أقسام الحدث حدث ديق داق واشتيس والهر والحدث ينقسم إلى قسمين شين ديق يديق واشتويس حدث أصغر جيم نرقدو وحدث أكبر دوق نرقدو الحدث الأصغر جيم حدث هو إذا أمر بولغو اعتباري تدميلو تشبولو يقوم شاهوش بأعضاء الإنسان الأربعة أدمي يئميجينز هوش بو إبوالخ وهي يئميجي إشاء الوجه يحيو واليدان شكوكدو والرأس كوارتبو والرجلان شكوكبو فيمنع أقص حدث دوختو من صحة الصلاة
لا مستحي خلر نيس خلر ميكش خلر ونحوها إسان دول شتول شوم نخبة ويرتفع إدعاء يبلو إحدث بوغشتول إحال إستفتياني ويرتفع هذا الحدث لحل إحدث دعاء يبلو بالوضوء لا مثيترس أقى فيصبح الإنسان أقى أدم خل مستعدا شاكيتش للصلاة لا مثدرنا ونحوها إسان دول شمنا والحدث الأكبر دوق حدث هو إذا أمر اعتباري اشت تدمي يوش بلو بولخبو يقوم شاهوت بالجسم كل درج ديخت خلشتو إذ يحدث فيمنع ويخطوخ من صحة الصلاة لا مزيشت مقرخة وما في حكمها تن حكم عدوش تلتشم نخة ويرتفع دعاء يبلو إذ ويرتفع دعاء يبلو هذا الحدث إدوق حدث بالغسل ليتشرت فيصبح تاق ليتشن تشوطيحا فيصبح الإنسان أدم خل أهلا أهل خل إذ لما كان شاخيل دلش دلشومانا ممنوعا تمجينا دخت يخان عنه تنخ ليتشن تشوطيح أصلخ أهلوق إذ مثلا جنوب وتع جنوب خلچة محدث أولتون حدث الأكبر دو تيون تأدي إنر ليتشن تشوطيح حدث دعا يبلو تود يا حا أهلو إسلام عبادة أهلو إس يا قاتش ويلوي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما دالا توفيق ليل دالا وينا ويدوش نقيتر كنت عمل يا ليل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.